على أثر التصدي الصارم للغش في امتحانات البكالوريا في دورتها العادية هذا الأسبوع، ضبطت 1390 حالة وطنيا، منها 342 في اليوم الثالث من الامتحانات، مشيدة بمسؤولية ونزاهة ومصداقية أطر التربية والتكوين والتقدير الكبير للسلطات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي ووقاية مدنية وقوات مساعدة في ضمان أمن وسلامة الامتحان. وزارة التربية الوطنية قالت أيضا في أحدث بلاغاتها إن عملية تصحيح امتحانات البكالوريا تمر في أحسن الظروف، وإن لجان التصحيح قد وقفت على أن بعض أوراق الامتحان مطابقة للأجوبة المتداولة في الفيسبوك، ومنها بعض الأوراق المديلة بعبارة فيا مون آيفون، مما يؤكد استعمال بعض المترشحين للهواتف النقالة في الحصول على هذه الأجوبة.